الرابع. يا لهوي والله يا جدعان بالله علي. هو بالعقل ولا والله والله بخير اقسم بالله بخير. يا لهوي في مدينة نصر في مكان في كل حاجة مول ذا سنترو في مدينة نصر في محلات كبدة جمالية أكل هندي هندي وسي فود والأكل الأسيوي الشاوي أكل 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 يلا بنشوف الحوار ده. وأول مكان دخلته ملوك السمان عشان أكل كبدة جمالية. أنت بتقتل الأكل جاهز تقليبه أنت عشان يعملوا غير بنفسي كمان. في سر بقى في الكبدة انزل بالكبدة فنان تاوت كده مكملتش دقيقة. ده بقى سر الكبدة الجمالية نفسه كده ما اعرفش. طبعا واحد اول مرة ياكل كبدة جمالية هيفتكر ان الكبدة بتشد عشان ما استوتش. حب لكم دي الكبدة الجمالية. كمان ولا وبعدين طلعنا على توتي فروت عشان نحلي. انتوا مين؟ انتوا توتي فروت ازاي يعني؟ انتوا محل سوري اصلا؟ عندكم ايه سوري مميز جدا؟ الاشاط السوريه. الايه؟ اشاط السوريه. عايزين مترجم. اشطاط يعني زي فطيره؟ لا 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 فواكه متقطعه وقشطه سوري وعصير معاها وبيجي عليها فوق قنبله سوريه. اللهم بارك. دي بقى دلعني يا شيف. دلعني يا شيف. الله ده كلمه السر. ما تكترش يا شيف ما تكترش. ده بقى ايه الاشطوطه السوري؟ دوقني فرجيني. الله لا ده بقى لا يا ميمي اديني حاجه افخم يا شيف. دي القنبله بقى. الله لا دلعني يا شيف. ودي يا شيف ما تكترش ما تكترش. ابوس ايدك يا شيف هتجيب لي السكر يا شيف. والله عم يا شيف هقدم لك بقى. ما تكترش ما تكترش ما تكترش من الشغاله. ما تشوف اي موتني. الحان يا شيف. بعدين طلعت على مقهى نوافير الشام عشان اريح شويه واتصاحبت على فارس عشان نلعب مع بعض شطرنج. تاخد الابيض ولا الاسود؟ خد الابيض يا عم. انت عنصري ولا ايه؟ اليوم راح نعمل مقلب بشد الحبل. يا اخي السوريين ما بيعملوش حاجه وحشه. وطلعت على سماش باني عشان نكمل اكل. السلام عليكم. عايزين نشوف وانتوا بتعملوا السماش بعينينا. احنا شركه مراقبه الجوده جايين كابسين عليكم كده. يلا يا باشا نفتش الصحه لا يكونوا فاكرينها. مش اي محل معدي من قدامه ياكل. انا بعمل كده بس يعني في العادي المفروض ما تعملش كده. مكترش انا هنشوف. ودي ودي يا شيخ. بياخد قد ايه بقى على كل وش؟ ثلاث دقايق. امال بتاخروا ليه واحنا واقفين بره؟ وقته الحقيقه لحمه. انا هاخده بس المعمل عشان احلله. شويه بطاطس بس ما كترش ما كترش. بدوقه بس قبل ما اوديه المعمل. افتح بقك افتح بقك. احنا ريفيو صح؟ احنا الاكل جامد. انت لسه دقت حاجه اهو. تعالى نقعد نعمل ريفيو. قناتك اسمها ايه؟ لا معلش قناه زياد اكس تارانتينو. اعمل له سبسكرايب. دوق الفرايز وقول لنا رايك. جدا. وانت بتاكل مكرونه اسباجيتي وانت ليه بتاكلها كده؟ طب ما جامد ده كده الريفيو. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ طب دوق البرجر. دوق البرجر. يا ابني انت لسه ما ضغط. هو في ايه؟ انت مستعجل على الريفيو مستعجل على نزول الفيديو. هو الجلد ما عندوش صبر. يلا يلا من هنا يلا. وجنبه على طول في مايسترو برجر بيعمل برجر امريكي. عندكم مني ولا بناكل على طول؟ ايه اشهر حاجه عندكم هنا؟ انت حبيبي يا فندم احرجني. بعدين طلعنا على قلوره عشان نحلي. سلام عليكم. تست كده على طول اللوتس. وديني بسم الله الرحمن الرحيم. تخش عند اي بتاع ايس كريم عايز تعرف الايس كريم ده بيتكلم في ايه؟ مانجا. ايه يا عم ايه ما جايب لي مانجايه هنا بقى؟ المصير بتوع مانجا وفواكه هنيه يا على الله حكايتهم. بيضحك على ايه لو سمحت؟ متزوق. هات كده واحده تاني. ده مصير يا باشا. ايه 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 هتجيب لي سوق العبور؟ مانجا مانجا. خلاص الف مبروك يا رجاله. الكوتين كاندي. انا لسه قايل لك ايه. انا اعرف المحل من الكوتين كاندي بتاعه بعد المانجا على طول. طب والله حلو قوي. ده بابل البابل بامب والكونتين والكونتين كانتي. طيب ما كتر خلاص. اي بالله عليك مفيش تفاهم. الناس انا ما بتتفهمش. وديني دي المستطيل بانكيك. ولا يا عم انت بتجيب الحاجات دي منين؟ إيه؟ دي بقى محشيه ايه؟ هعرف. انا اعرف المكان من ايه؟ من الفريسكا بتاعتك. اللي نوتس كارمل وايت شوكليت بيستاشيو. ايه يا حاجه؟ انا باكل الحمد لله ما بعترضش والله العظيم. ما كترت ما كترت ما كترت ما كترت. حد يوقفه يا جدعان. بتكسر ايه؟ على على طول ها؟ نقع بقول لك ايه بقى؟ يا جدعان. والمكان اللي جنبه يونس بيعمل كريب وبيتزا. ايه الدنيا؟ عندكم بتايز؟ سلام عليكم. شايف كريب وبيتزا خير؟ طب ممكن اعمل اوردر؟ بيتزا تشيكن سوبريم.
ايه ده؟ هو مش تاتش؟ عندهم كريب تشيكن باربيكيو اضرب، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، طابع فاتوره، طباعه مطبخ. وانت مش عارف، يلا نخلع من هنا. ماشي يا فنان، ما اعرفش انا عملت ايه، مش هو استلم الاوردر. وكان نفسي في اكل اسيوي فطلعت على بند اندوق. ايه ده شيء؟ ايه ده شيء؟ وديني يا شيخ، عايزين نطلع نار، بتتحرق يا شيخ. ودي يا شيخ، طفيها يا شيخ. يا شيف نص المكرونه وقعت في النار. الله 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 الله. كريوي معلش، تلعب بره عادي. ودي فين الشوبستكس بقى؟ بتصور يا بابلو؟ انت بتخلنا يا بابلو؟ عايز تنزل فيديو قبل ما انا انزله؟ بص يا باشا. عارف احلى طعم ده ايه؟ لسعة الطاسه. يا شيف، يا شيف في ايه؟ ايه استهدى بالله؟ ده بيبخره ولا ايه النهارده الجمعه؟ تبقى قاعد تلاقي الشيف جاي يحط لك البق عادي جدا. باي سي بس تحفه. يا نهار يا شيف، هتولع فينا يا شيف. بنموت يا شيف. وكنت عايز احل الدنيا فطلعت على نحل الدنيا. انتوا بتعملوا ايه؟ بيتزا، جبنه، كنافة نابلسية. السلام عليكم. انا سمعت ان انتوا عندكم كنافة نابلسية، الخبر ده صحيح؟ ندوق بقى. ده تيست؟ والله العظيم دي حاجة تفرحني، بس هبقى سعيد أكتر لو قلت لي إيه ده؟ ده بلح الشام. بلح الشام؟ صوابع زينب. صوابع زينب أيا كان، استغرب. ده يعني هم صحاب المحل مش عارفين كان بلح الشام ولا صوابع زينب، من كتر ده إيه يا جدعان؟ عيب كده. دي إيه؟ أنتوا بتعملوها حمرا كده، واللي تحت دي اللي هي إيه؟ ألا وهي الجبنة. أنا بقالي 32 سنة باكل كنافة نابلسية، أول مرة يعدي عليها الطعم ده. فين الشيف؟ ناديهولي. ده أنا وديكوا في داهية. وبعدين طلعنا على فحم عشان ناكل كفتة وحواوشي. الاخبار عندكم حواوشي؟ بتعملوا حواوشي وكفته؟ تخصص حواوشي مكسات. حواوشي، حواوشي مكسيكو ازاي؟ مكسات. مكسات ايه اغرب ميكس عندكم هنا؟ بس سيلر مكسيكانو، هو اسم على مسمى حواوشيانو. تعالى بقى، هموت في الحواوشي بصراحه. ايه يا عم ده مستحيل يكون منديل، دي فوطه. نفسي في الكفته. تسلم ايدك يا فنان. لسه في كفته وشيش. كفته وشيش؟ اه. طب ماشي بقى، انا قاعد هنا شويه كده كده هريح. نفسي في شيش. كفته، اموت في الكفته. احنا بقى عايزين ايه؟ نذوق الكفته. ايوه بالشيش كمان. طلع على الجمبري وجنبه على طول النجمه للسي فود. السلام عليكم، لو سمحت عايزين ناكل اكل اكل من عندكم. محدش يقول للسي فود لا. ده صبيت صح؟ كاليماري. ده كاليماري. كاليماري ده ايه؟ ده جمبري. يا نهار ابيض، ناخد واحده بالكاليماري وبالكابوريا. ما كترت ما كترت. عبدو صباح الفل يا رجاله، نورين الدنيا يا رجاله. دلوقتي بقى ايه؟ الجمبري بالخلطه السريه. معلش، هو ده بيتاكل ازاي؟ يتشرب ولا يعني ده مش رز وملوخيه؟ اوكي. وراح في حته كده انا مش عارف اوصل لها. جمبري باكل كده. شوف العيش، العيش ده كده كفر ليه؟ ولا حاسس بيا؟ وحاسس بيا ولا انت مراقبني؟ مراقبني. طب ثمنها كام؟ لا والله. طب مش مقاطعه، امانه. الله يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك. ده اعمل كده بقى، دبل دي دبل دبل امله. بخ في عزه. عندكم ايه بيتاكل هنا؟ انتوا محل، انتوا هندي تكه خان، بتعملوا ايه هندي مجنون؟ اشهر حاجه عندكم ايه؟ سندوتش التكه. وديني، ده عباره عن ايه بقى؟ طوابير تندوري مصلى. ازاي؟ مش دي منطقه باين في الجيزه؟ عايزين واحد تكه صوص هندي باربيكيو هندي. صوصها ايه؟ ادوق. انتوا حاطين صوص عشان ايه؟ اشهر صوص هندي هنا صوص الخان. ادوق الخان. هو احمر دمك خان بقى؟ هو الخان ده كتر لي الخان بقى. لا استنى، افتر تيست كده هبو، بس طعمه حلو. ايوه عايز من الخان ده. انا واقف هنا اهو في في الركن الهندي يا اخي. والله ما له ذوق. انت جبتها منين؟ بالماركت. فينفع ارجع اجيبها ليمون نعناع؟ ماشي بس كده خلاص. ما
تحفة يا فنان. وانت اللي جبتها، مين اللي جابها لي يا جدع؟ هو الراجل ده. تعالى يا فنان، انت اللي جبتها من ماركاتو، هكافئك بقى ونخش نلعب. ايه تعالى. السلام عليكم. الاخبار؟ انت محل بلاي ستيشن؟ شاور نفسك في ايه؟ والله عندي بلاي ستيشن. عندك؟ عندك بلاي ستيشن كام؟ 5. انا جاي العب معاك. فاكر هيبقى يا عم؟ ما هو عنده يا عم، ده احنا هنروح نلعب يا عم. عندك اف سي 24؟ انا عندي. انت عندك؟ يلا خلاص احنا نضم اللعبه على جهازك، احنا نعمل غديوه. انتوا بتسموه الاكل عندك؟ يلا نعمل ديش بارتي، مشاريب، البلاي ستيشن، الاسطوانه، المشروب، دبل دير. انت محملها يعني؟ هتيجي بجهازك؟ طب انت تجيب التلفزيون. معلش بس كان ورايا حكايه كده، بنعمل ديش بارتي وفي سندوتش. سندوتش البطل ولا ولا يا عم؟ والله ما لزوم الديش بارتي النهارده ولا ايه؟ تعالى بقى نشوف الحوار ده. بص، تك خان بيقدم لك ايه؟ سندوتشين وصوصات، صوصات، صوصات، صوصات. كان يدينا رغيفين بقى عشان نغمس. يا رب قوينا يا رب. ماشي، ايه ده بقى؟ ما احنا محتاجين. بقول لك ايه، مفيش مترجم هندي يجي يفهمنا ايه الكلام ده. يندا كان بينا ده ايه؟ بوتيتو. ار يو سبيك ايه؟ انديان. انا عايز مترجم هندي، مش واحد هندي. انت هندي؟ هندي والله العظيم. وات ذيس؟ بوتيتو. بوتيتو اند تشيز. فرختك اند ذيس. ويت ا مينيت، هو انت عامل لي فيها هندي؟ ايه يا عم؟ يانغنا وانا بقول مشلر. ما انا بقول عايز مترجم هندي مش واحد هندي. هتعمل لي فيها هندي؟ صح. والله صدقت. بصيتهم قرمشه قوي. صوص الخان هو ده؟ دي بقى صوص الخان اللي بيدي ابو على الصدر ده. كله غريب قوي ومش قادر ابطل ماكلوش. انا ما عرفتش في ايه. ما انا ما عرفتش، انا مش شايف. هو في بطاطس كيوب ودي فراخ، فراخ عليها صوص الخان الخليلي. ناخد صوص الخان الخليلي ده نحلله في المعمل. وجاب لكم خصم 15% على ركن الاكيله اللي هو باندا اندوك وفحم ونجمه وتك خان. لو رحت وقلت لهم انك تبع استوديوهات شد الحبل وهبهب جدا وما ادري شنو، هتاخد خصم 15% على فاتورته. ومول ده سنترو مش اكل بس، في جروف ستيشن، بلاي ستيشن، وبلياردو، وبينج. لا مؤاخذه بريه. وكل فتره بيعمل بطولات وجوائز. كسبان ياخد كام؟ 6000 جنيه. 6000 جنيه؟ طب انا عايز اشارك. لا خلاص خلاص. مفيش ثواني، سمع اسمه يجي دلوقتي. فريق هبهب. هبهب جه يا حبيب قلبي يا فنان. اقول الحمد لله طلعت مشترك. يلا 6000 جنيه في الجيب، بس مش معايا حد يلعب. والمول كمان فيه ملاعب بدل. دي بقى ايه؟ ولا منها تنس ولا بينج بونج ولا هي الكره تشوفها. مش لازم تخبط يعني، تخبط في الحيطه ما تخبطش خالص، اللي يلحق زريبه. ها علي، ها نت ولا ايه؟ وعندهم بيوتو سنتر، وعندهم حضانه اي كيدز، وفي كيدز عباره عن كيدز اريا للاطفال، لعب وتنطيط وزحاليق وما ادري شنو. وعندهم في ار. انت شايفين انا شايف ايه؟ يا عم ده ايه الرعب ده يا عم؟ ولا ولا ولا. وعلى ذكر الرعب، عندهم بيت رعب. انا هتمشي قدام. النبي تعالى معانا يلا. يا لهوي والله هو بالعقل. لا والله لا والله. يا لهوي والله بغاء والله اقسم بالله بغاء. في ايه؟ في ايه بس يا جدعان؟ يا جدعان وبكده يكون الفيديو خلص بقى. اشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. انا بشاورمي. شاورمي سوري. ندوق الشاورما يا باشي. عارف انت لما واحد يجي من الكويت عايز يعمل نفسه مصري؟ يا اسطى ايه الاخبار؟ فراخ ولا لحمه؟ فراخ. وانت؟ لحمه. وانت؟ لا فراخ. فراخ بس بالسرعه. ماشي خش اطلب يلا. الشاورما يا باشي. انا دي معاك. لا حلو خلاص، خدنا الابروف من الهندسه.